برج العذراء، هذه قراءتك العاطفية. عندك وأول شيء جذبني كارت العاشقين السولميت. أرى أنك احتمال حاليا في علاقة، التقيت بشخص تحس أن السولميت تبعك، وأنت صحيح في وجهة نظرك، لأن أنتو كما أن شو أقول لك، انظر، أنت عندك كارت برج العقرب أو كارت برج مائي، وهو عنده كارت برج العقرب. أنت عندك كارت العمل على مشاريع معينة والاجتهاد، وهو كذلك، بالإضافة إلى كارت السولميت. عندكم توافق عجيب في الطاقة، تحس أنك تعرف هذا الشخص من زمان، تحس أنه هو الشخص المنشود بالنسبة لك. أنت يا برج العذراء، أحس أنك التقيت وحبيت، احتمال عندك شركاء في السابق، ولكن هذا الشخص مختلف جدا، تحس انه الشريك المثالي، السولميت، يعني تحس كأنما لا يوجد مثله، شبيه، لن تلتقي في حياتك شخص مثله، او تحب شخص بنفس الطريقة مثله، بالنسبة لك هذا الشيء. وايضا اشوف انك تشوف شلون الرجل وضع يده على المرأة، ماسك وجهها بحيث انه يأخذ كل انتباهها. ارى انك ايضا كأنما تحاول أن تستولي على كل انتباه الحبيب، لأن في عنده أشياء تشغله، لأن احتمال مشغول بأشياء ثانية، طبيعته دائما مشغول، مركز على الاستقرار المادي، وأنت كأنما دائما تحاول أن ترجع إليك، تسحب إليك، كأنما تنادي، بس تنادي بلغة الحب اللطيفة، ليست عندك لغة عتاب. بالعكس، طاقتك أنت يا برج العذراء دائما كيوت. الأبراج الثانية يمكن يصدر منها تهديد أو قلق أو خوف، برج العذراء دائما حتى في قلقهم كيوت، قاعد تنادي الحبيب بأسلوب الحب، بأسلوب لطيف، تقرب لك، تجذب إليك. وهذا الشخص فعلا طاقتك أنت أيضا من عكس عنده، لأن أشوف أنه ما يستطيع أن يقاومك. راح أوضح لك بعدين لما ننتقل للجانب الآخر. وأيضا عندك كارت ملك الأكواب. ملك الأكواب هو ملك المشاعر، ولكن هو جدا مستقر في مشاعره. استقرارك في مشاعره مخلي العلاقة تستقر مع هذا الشخص، وإن كانت عنده أمور تكركبة، مخليته معك أنت أفضل نسخة من نفسه. هو إنسان أفضل لأنه معك، لأنه أنت أحسك مثل المهدئ، البلسم، شاطر، تعرف شلون تكلم الحبيب، شلون تمتص منه طاقة التعب والجهد والضغط، جدا ذكي، ولكن لا ينبع من ذكاء، ينبع من حب. تصرفك هذا ينبع من صبرك وحبك، وقاعد أيضا تحاول أن احتمال، كما أن الحبيب قاعد يحاول يبني مستقبلكم، أنت أيضا قاعد تحاول تكون شريك بمعنى الكلمة، تبني معه، مركز أيضا على أهدافك العملية، أما في دراسة، في عمل. أيضا أشوف أن محيطك مشغول دائما من نوع اللي حولك ناس، ولكن حتى وإن انشغلت بهذين الناس اللي حولك اللي حاولون يشتتون أنت أيضا انتباهك، دائما عينك، شوف ملك الأكواب، دائما عينه تجاه الطرف الآخر. يعني مهما كان عندك، أنت لا تفقد انتباهك عن ما هو الأهم بالنسبة لك، وهو هذا الشخص. حبك له جدا عميق، لدرجة أن صرت أنا نفسي صرت ريلاكس في القراءة. ننتقل إلى الشخص الثاني. الشخص الثاني بالنسبة لك كأنه نفس المراية، قاعد يعكس طاقتك. فإذا في أي شيء جيد في العلاقة، تأكد أن طاقتك الداخلية هي الأساس، لأنه هو قاعد يستمد، كأنما يتعلم الحب منك، أشطر منك احتمال في المال، في العمل، في التجارة، ولكن الحب أنت صاير له المعلم. ليش؟ عندك كارت برج العقرب، وجودك وحنيتك معاه بهاي الطريقة قاعدة تحوله. احتمال أنه في السابق يمكن يكون برج ترابي أيضا، جدي، ثور، أو أيضا عذراء، ولكن طاقتك موجودة عند الطاقة الترابية. كرت الموت
دائما الناس يخافون لما يشوفونه، ولكن هو الكرت الإيجابي. هذا الكرت ينهي كل شيء قديم، كل التعلقات بالماضي، كل الأمور الدفينة في الماضي، ويخلي الشخص يرجع جديد. لما يكون في كرت الموت عند الشريك مقابلة كرت الشيطان، الشيطان دائما يتكلم عن الأوهام، الإدمانات، القيود اللي تخلي الشخص غير قادر أن يتحرك بحرية. أنت مثل ما قلت لك، حنيتك معه، حبك له، وجودك في حياته مو بس خلاه يتغير، خلاه يتحرر. عنده طاقة الشيطان، طاقة في شيء قاعد يسحبه من تحت، ووجودك حرر هذا الشخص. لما تحرر صار عنده 8 الخماسيات، مرحلة جدا جميلة. هو مو فقط قاعد يتغير للأفضل معك، هو صاير قادر أكثر أن يركز على الجانب، يعطي أكثر في عمله وفي تجارته وفي الجانب المادي، بحيث دائما أنتوا اثنينكم موجودين في الحاضر مع بعض، ولكن عينكم على المستقبل، فتحاولون توفرون مستقبل أفضل، تعملون باتجاه حياة أفضل عندما تتزوجون. أشوف أن اثنينكم عينكم على الارتباط، لذلك تحاولون تكون جهودكم منسقة، في تنسيق عندكم في الجهود، كأنما أنت تقول لا أنت فعل كذا كذا كذا، أنت عليك مثلا العفش والبيت وهكا، وأنا عليك كذا كذا في الزواج. كل واحد كأنه قاعدين تقسمون الأمور المادية بينكم، وهذا علاقة جدا جميلة، علاقة فيها حب، فيها إظهار للشخص الأفضل، تحول أنت قاعد لشخص أفضل، وأيضا فيها شراكة، قاعد تجمع أمور صعب تنجمع في العلاقة في نفس الوقت. خل أرجع لكارت الشيطان لأنه ما تكلمت عنه كفاية. أشوف أنه هذا كارت في الماضي عند حبيبك، قبل أن يلتقيك أو قبل أن يحدث التغيير عندما التقاك. هذا كان شخص احتمال لعاب، احتمال من نوع اللي ما يتم في علاقة معينة، يعني يتنقل من علاقة لعلاقة. احتمال انه شوي مغرور، احب دائما يظهر نفسه. احتمال انه عصبي، يعني في اطباع شوية غريبة، عصبي على مغرور، على يحب يتحكم، دائما عنده انا الافضل. الديفل معناته الايجو، الانا مالته عالية. فانت عندك شخص متكبر، او عندك شخص شايف حاله شوي، وعندك شخص ما يحب الارتباط، يحب يكون حر ولكن لنفسه، عنده ادمانات الخاصة، احتمال ادمانات تتعلق بالجنس، بالشرب، هاي الاشياء السلبية. وجودك مو فقط غيره، لما تخلص من هاي المرحلة هو الان يستطيع ان ينظر فعلا الى نفسه. خليته ينظر الى نفسه ويشوف هو لحد الآن شنو أنجز في حياته، فكأنما تركيزه راح وانتقل من الأنا ومن الشكل ومن السهرات ومن السفر والخرجات مثلا مع الأصحاب والأمور السطحية. كان عنده كثير من الأمور السطحية هذا الشريك، كان إنسان سطحي قبل أن يلتقي فيك، أنت حولت إلى إنسان أعمق، كأنما دخلت وخليته يفكر بخصوص نفسه، إنجازاته في الحياة، هو من يكون، كل هاي الأمور، الأسئلة الكبيرة، ماذا يريد أن يصبح بعد 3-4 سنوات. وجودك، فقط وجودك خليته يصير أفضل، وحاليا تركيزه منصب على حياته العملية وحياته معك، يعني هو عينه على الخماسيات، يعمل عليهم، يعمل على الأمور المادية، ولكن عقله وروحه معك، لأنه موجود هنا، هو يعمل هنا ولكنه موجود هنا. نشوف الشخص اللي واقف بينكم، ممكن يكون شريك سابق لأحد الأطراف، ولكن أراه بغض النظر من هو هذا الشخص. هذا الشخص شو أقول لك، عندك كرت العربة وجه السرطان، وعندك كرت ملك الخماسيات. احتمال أنكم بالضبط، احتمال انه هو تخلص في السابق من شخص برج ترابي، انتهى منه،
ولكن الآن أنت موجود في حياته. واحتمال أيضا الشخص السابق عنده أيضا برجه ترابي. شنو قاعد يصير الحين؟ أشوف أن هذا الشخص أنضج منكم بالعمر، أكبر منكم بالسن، احتمال يكون رجل أو امرأة بعد، ولكن هذا الشخص كأنما قاعد يشرط عليكم أنتوا الأثنين، أو احتمال أنه هو أحد الوالدين شرط على الشريك. هذا الطرف الثالث كان كأنما دخل شرط على الشريك أن أنت إذا تريد أن ترتبط بهذا الشخص يجب عليك أن تكون جدا مستقر ماديا. فمن أجل ذلك الشريك حاليا صاير تفكيره وعقله منصب كله على الخماسيات، كله على الأمور المادية. أو احتمال أن أنت عندك أحد الوالدين ناضج أو عنده منصب أو عنده استقرار مالي أو وصل يعني لمرحلة من النفوذ، فشرط على الشريك أن فعلا يبرز نفسه أيضا من الناحية المادية قبل أن يستطيع أن يتقدم تجاهك ويتزوجك. ويمكن العكس، أحد من طرفه قال له بأن لا، أنت لا تصلح كزوج أو كشريك قبل أن تكون مستقل ماديا وقوي. كأنه شو أقول لك، مو فقط شرط، كأنما حط كلام في مخه صار بالنسبة له مثل الوهم أن أنت إذا ما تملك المادة لن تستطيع أن تكون مع هذا الشخص. هذا الشخص قاعد يحاول يخليك، مع أن أنت برج العذراء برجك ترابي جدا متواضع، ولكن قاعد يحاول يخليك جدا متعالي. في شخص هنا يحاول أن يخلي الأمور المادية شرط للارتباط، شرط للعلاقة. احتمال يقول له الشخص الفلاني لحد الآن لم يتخرج، الشخص الفلاني برج العذراء لحد الآن لم يكون نفسه، إذا تزوجت الآن راح دائما تعتمدون على دخلك أنت، أو العكس، عكسه بما يناسبك. ولكن قلت لك هذا الشخص أمام المادة هي الأهم، واحتمال يكون له وجهة نظر، احتمال يكون نية طيبة، لأن فعلا المادة تأثر على جزء كبير، مو الكل ولكن جزء كبير من حياتنا اليومية. فمن أجل ذلك الموافقة بالنسبة لهذا الشخص موجودة. هذا الشخص يعني ما أشوفه كشريك سابق، لا، ممكن يكون أحد الأهل أكثر أو ناصح لكم أكثر يعني، ولكن تفكيره تقليدي من الجيل القديم أن الرجل أو الشريك الأساسي لازم هو اللي يقوم بالصرف. فهذا شوي راح يأخر الأمور بينكم ريثما تعملون على أموركم المادية. ولكن الموافقة موجودة، الارتباط إن شاء الله يعني راح يحدث، الموافقة عليه موجودة، ولكن مجرد أن تتخطون عامل المادة أو الشروط احتمال المادية اللي طلبت معينة في المهر، في العفش، في السكن، في أمور تفاصيل طلبها أو اشترطها هذا الملك، ملك الأرض. احتمال لأن فعلا هذا الملك اللي عندكم في حياتكم هو يعرف قيمة المادة لأنه جدا عمل عليها، اجتهد من أجل أن يصل إلى هذا المستوى. فحاليا صاير يخاف عليكم أنتوا الاثنين، يعني أحس أنه يسوي طيب نية، يخاف عليكم أن تتعثرون في حياتكم. يعني تخيل كرت العربة، أنت أحد الأحصنة والشريك الحصان الثاني، لازم يكون حركة الحصانين متوازية مع بعض بحيث العربة تمشي بقوة، لأن المفروض تكون قوية من أجل أن تسهل العقبات أمامها، لأن هذا الملك يعرف أن فيه عقبات كثيرة، أحجار كثيرة في طريق هذين الشخصين. لديه سبعة السيوف. سبعة السيوف الكثير من الناس مثل كرت الموت، مثل كرت البرج أول ما يشوفونها يخافون أو يتشائمون. بالعكس، سبعة السيوف ممكن تقرأ كثير طرق. هذا الشخص احتمال
ممكن يكون قلت لك احد الوالدين عنده شيء مخبيه، بس مو معناته ان شيء مخبيه معناته ان شيء سلبي. احتمال الشيء اللي مخبيه انه يشوف هذا الشخص منيح ولكن حاليا لا يستطيع ان يفتح بيت. احتمال اللي مخبيه انه يرى مصلحتكما والتعقل فيها هي الاهم. احتمال اللي مخبيه انه يريد لك انت يا برج العذراء الراحة، لا يريد ان تتعب، لا يريد، لان شوف ملك الخماسيات تعب من اجل راحة المادية، لا يريد ان تمر انت فيما هو مر فيه عشان ترتاح، عشان تمشي عندك الامور. بالنسبة له هذا عامل جدا مهم، فلا تشوف الكرتات الاعتيادية مثل البرج وسبعة السيوف تخاف. الكثير من هاي الأمور هو يمكن لم يخبرك فقط بشكل مباشر، ولكن قاعد يخبي عليك نيته بأن يريد لك الرخاء المادي، وإن كان سيؤخر ارتباطكم. فالحمد لله يعني ما أشوف أنه حاليا في شريك طاقته واضحة بينكم. رح أسحب لك كارت واحد تبع المفاجأة يا برج العذراء. The Swan Queen، ملكة البجعة. Transformation, Intuition, Patience. بالضبط، ملكة البجع، الصبر. البجع يمر في مراحل من أجل أن يتغير. أنتوا أيضا الصبر جدا مهم، لأن أنتوا تمرون أثنينكم بمراحل انتقالية. هو قاعد يمر هذا الشخص الشريك بمرحلة تغيير، قاعد يتخلص من آثاره القديمة مثل ما قلت لك. وأيضا الصبر ضروري من الطرفين، لأن شنو بيصير؟ لأن أنتوا قاعدين تعملون نحو الرخاء المادي، نحو الاستقرار، تثبتون نفسكم ماديا قبل أن يحدث الارتباط، جدا مهم. فالصبر هو المفتاح للمرحلة القادمة يا برج العذراء. ورح أسحب لك كارت فقط من أجل الاطمئنان، لأن أعرف رح تسألون كثيرا عن سبع السيوف، رح أوضحها بكارت آخر. الكرت اللي سقط او انقلب، الكوب رقم واحد، اكبر الاكواب. الكوب النابع من محبة وصدق وهدية وعطاء صادق، الكوب المصفى مثل ما نقول، و page of pentacles الخماسي الصغير. هذا الشخص اللي مخبي عنكم مثل ما قلت لك ما في شيء مخيف او دائما سيء. اللي مخبي عنكم انه هو فعلا هو ملك الارض، ولكن يستطيع ان يرى امكانية نجاح العلاقة بينكم، امكانية نجاح الارتباط بينكم، يرى ان انتم مناسبين لبعض، كوبكم صافي، ولكن ماديا لحد الان لم تنضجون واحد منكم او الطرفين. بالنسبة لهذا الشخص المادة هي العائق الوحيد، يعني هي اللي المفروض تصبرون من أجل أن تحققوها. عزيزي برج العذراء، أتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله القراءة جاوبت على أغلب